مهيك انت شو عم تعملي؟ مرت عمي، مو العروس بتترك بيتها بعد الزواج؟ بس انت لسه ما تزوجتي يا بنتي. ايه؟ وهداك شوريا تخلى عنك بيوم العرس بدون اي خجل منه. بعرف هالشي يا عم ومتذكرة، وانا رايحة لحتى حاسبه وواجهه بها القصة. انتو شو مفكرين؟ انه شوريا تخلى عني بيوم العرس وازاكن يا جماعة وانا رح اسكت وما ساوي شي؟ غلطانيني كتير. الزواج مو بس عهود بناخدها بحضور الناس والقرايبين وخلصنا. إذا شخصين فينا وعدوا إنه رح يهتموا ببعض قدام العالم، فهذا الشيء حسب رأيي كمان مثل الزواج، وما بيفرق عنه بأي شيء. مو السيد شوريا هو اللي طالعني من السجن؟ كمان ما خلاني نام ليلة واحدة بالسجن. عمي، مرت عمي، مثل مو أنا ملتزمة بوعدي قدامه، هو كمان ملتزم بوعده قدامي وما في ينكره. المشكلة الوحيدة إنه شوريا ما نو منتبه لهذا الشيء بسبب طفولته التعيسة والظروف اللي صارت بعائلته. ما دل عنده ثقة بالشيء، هو فكر إنه ما بيقدر يحب حدا. وبعرف إنه غلط غلط كتير كبير بحقي، وأنه تركني بيوم العرس، بس هلأ صار من واجبي أنه خليه يدرك هاي الحقيقة كلياتها. موهيت، روح جيب الشناتي تبعي، لازم روح. لا تروحي. اكيد ربحت مصاري كتير بعد الاتفاق اللي عملته مع شوريا، بس شو الفائده من المصاري وقت اللي بدك تصرفها كلها على صحتك؟ صح انت كسبت كتير مصاري هالمره، بس ما كسبت صديق، ومن ورا قرارك انت عملتني عدو لك مدى الحياه. ما في مشكله ابدا، عداوتنا هي كلفت 50 مليون روبية. بالمناسبة بعتقد انه ابن اختك يا مجنون يا اما بيحب جنون. ما بعرف اذا هو مجنون او بيحب جنون، بس بعرف انه نهايتك انت قربت. شو خالي؟ لمين عم توجه هي التهديدات الوهمية؟ شو هاد يا خالي؟ شايف انت يا دوب عم تتعامل معي، وجاي هلأ عم تخلق اعداء جداد. انت شو عم تحاول توصل لي؟ قول. لازم تتذكر شي واحد، انه امي بتكون اختك، ولولا هالقرابة اللي بيناتكن كنت نزعت لك حياتك. هي فهمتني انه سعادة العيلة هي نقطة ضعفة لامي، ولهذا السبب بس عم اضبط حالي تجاهكن، وإلا كنت طردتكن من البيت. أنا كتير بحب ثقتك شوريا. أنا كنت فكر دائماً إنه ما في وغد أكبر مني بكل هذا العالم، وكنت كتير مصدق، بس أنت أثبتت لي إني غلطان. صح، عن جد طلعت غلطان، بعتذر. هلأ أنتم مفكرين إنكن قادرين تخطفوني هيك بكل سهولة، بإنه تحطوا شي بكاسة شوريا كنا، وكمان تستأجروا رجال؟ ها؟ عرفت هذا الشي لحالي، لأنه أنتوا أكيد رح تعملوها وتلجأوا لهيك شغلة. كنت متأكد من القصة، لهذا السبب كنت بكامل استعدادي. وكمان لما خدرتوني وقتها كنت عامل حسابي وقدرت انه نجي حالي. ولما الناس اللي جبتهم فاتوا على غرفتي، وقتها انا كنت طلعت
وهون كانت الصدمة. عرفت انه الناس رح يكتشفوا اني انخطفت، ولبين ما ينحل لغز اختفائي كنت صرت بألمانيا. هاي المفاجأة. من شان برأت الاختراع، وهاد كان مخطط شوريا كنا. وكمان الوراء لسه ما كانت منتهية، كان بدها أكثر من شهر، بس أنا احتجت مذكرات مهيك للتوثيق، وهذا اللي صار. لهالسبب كان لازم استنى لوقت العرس، بس طول الوقت كنت عم فكر بوصفات مهيك اللي عطتني اياها. بهالوقت كانت طلعت براءة الاختراع. وعرفت انكم كنتوا ناطرين. يخبروكم احلى خبر رح تسمعوا، ويمكن كنتوا رح تحتفلوا انه شوريا كنا مات وما عاد بهالدنيا حتى لكم ساعة. بالحقيقة لما كنت بطريقي على المطار كنت عم أضحك من جوات قلبي عليكم، كل ما كنت فكر إنكم عم تحتفلوا بوفاتي وأنا عايش. كتير حلو، قصدي إنه مذهل عن جد. شو هالخطة الرائعة هاي؟ قصدي يعني لك شي بجنن. بعرف اني خسرت، بس انا فرحان كتير لاني خسرت قدام شخص ذكي وبيفهم منيح، مو قدام شخص جاهل وما بيفهم اي شي نهائيا. انا بحبك شوريا، انا كتير بحبك ومعجب فيك. بجوز انا وياك ما نكون كتير متفقين مع بعض، بس هو بيشبهني كتير. لا أنا مو مثلك أبدا بصراحة. أنا بكره كتير الناس المخادعة مثلك. إذا ما وقفت أساليبك وحيلك اللي عم تعملها معنا، فوقت صدقني رح أعلمك درس مرتب ما رح تنساه. كون حذر معي يا خالو. هدد لك شوريا، هدد على كيفك. بس ما بيعرف شو اللي عم يصير بتشاندي تشوك. هلا هنيك في شخص رح يغير حياته كلها للأسوأ. مهيك استني بنتي. مهيك طيب إذا بدك تكوني عنيدة أنا عنيدة أكتر منك. رح تتركي هذا البيت ضد إرادتنا كلنا وبدون ما نبارك لك حتى، هيك بدك؟ أكيد أنت جنيتي مهيك. لا أبدا مرت عمي، لساتني بعقلي نفسه. أنا بس عندي ثقة بقلبي. مرت عمي أنت بس أعطيني شهر واحد، إذا فشلت بعد هالمدة إنه خلي شوريا يعرف إنه وقت تركني بيوم عرسنا كان غلط كبير وما كان لازم يعمله مع الناس بهالطريقة السيئة. وكمان بدي إياه يعرف إنه أزاكم كلكم معي ولعب بعواطفي ومشاعري، ومتأكدة إنه هو بيحبني قد ما أنا بحبه وأكتر، وكمان بيخاف علي وبيحميني عطول. وإذا فشلت بهالشهر رح أعترف بالهزيمة، بس إذا بتريدي خليني أعمل آخر محاولة. بس أنا بوعدكم كلكم إنه ما رح أعمل أي شيء يجيب الألم أو العار لعائلتنا أو لأي حدا بيحترمني. وبعد هاي المحاولة أنا متأكدة أني رح أنجح. كأنت
خلاص خليها تروح هلا، ما هيك صارت بنت واعية قادرة إنه تاخد قرارات الخاصة فيها. بس انت مو فهمانة شي. لك انت، خلاص خليها تروح. إذا وقفنا بطريقة اليوم هذا الشي بيعني إنه نحنا ما منوثق فيها. مرت عمي تمني لي إنه أنجح، أنا رايحة لبيت حماي. تفضلي ستي. ما هيك؟ خلي موهيتي يوصلك. لا يا عم، هاي المسألة خاصة فيني، ومشان هيك أنا رح حلها لحالي. شور يا كنا، موفق ابني، لأنه العروس الحلوة مهيك رايحة لعندك.